نرجع معكم مشاهدينا ونرجع ننتقل مباشرة لأستراليا عبر سكايب مع الرئيس الفيدرالي بالتيار الوطني الحر بأستراليا شربل رادي. صباح الخير أستاذ شربل. يسعد صباحك وصباح المشاهدين عندكم في لبنان وبكل العالم عن أوتوبي. قد ايه الساعة عندكم هلأ؟ هلأ الساعة عندنا الساعة 6:45 بعد كمل بالليل. المساء. بالليل، فإذا عنا صباح الخير، عندك مساء الخير. هون إذا بدنا نحكي شوي عن الوضع بأستراليا، كيف بالنسبة لفيروس الكورونا؟ هل أنتم محجورين؟ هل الأعداد عم بتزيد؟ في عندكم هيك ريستريكشنز معينة عم تلحقوها وملتزمين فيها؟ أكيد يا أختي، كل العالم هم واحد صار بلبنان وبأستراليا وين ما كان. نحن هون بأستراليا صرنا بستيج 3، كل العالم قاعدة ببيوتها تقريبا، ما في فاتح غير السوبر ماركت اللي بيبيعوا الأكل للعالم لحتى يتبضعوا مشان يتمونوا، والمحلات كلها سكرت تقريبا، الريستورون التاكاواي كل العالم سكرت وقاعدة ببيوتها، الشركات تقريبا 100% 50 سكر، يعني الحالة الاقتصادية عندنا هون بأستراليا صارت بالأرض. يعني شي 50% من العالم فقدوا أشغاله. في مساعدات من الدولة؟ هلا في شيء عم بيجي من الدولة، الدولة عم بتعوض على الكل، المستأجرين عم بيسامحوهم بالأجار والدولة رح تدفع، المستأجرين محلات كمان رح يسامحوهم بالأجار لأنه ما حد عم بيشتغل. كل هاي الأمور صايرة عنا في لبنان. لو بتشوفي العالم تسجلت ما بعرف فرد يوم فوق 150,000 على الضمان الاجتماعي لحتى ياخذوا المساعدة من الدولة والحبل على الجرار. 100%. هون إذا بدنا نحكي أكثر بالنسبة للبنانية الموجودين بأستراليا، هل في تسجيل حالات إصابة بالفيروس؟ عم تطمنوا على بعضكم أو عم في تواصل بين بعضكم هلأ كجالية لبنانية؟ نحن كل يوم تقريبا عم نتحاكى مع بعضنا كمجموعة شباب الطيار، وعم نحكي مع أصدقائنا الكل عم نطمن عنهم، ولحد هلأ ما سجل ولا حالة بين اللبنانية، هذا اللي نحن عم نعرفه هلأ. طبعاً كنايس ما أعطيت خبر، ما في شيء يعني لحد هلأ بين اللبنانية أي إصابة، وإن شاء الله على طول تضل اللبنانية سلتهم عارف ما بيقولوا فاضي إن شاء الله شي مرة تزبط معنا. استاذ رادي، اكيد مثل ما ذكرت هيدا الفيروس العالمي يلي يعني ما ترك بلد وما ترك شخص، بس هون اللبنانيه المنتشرين عم بيضلوا دائما حد اللبناني يلي موجود بلبنان، والمساعدات عم بتكون كبيره. خبرنا اكثر عن الحمله، عن الفند ريز، كيف عم بيصير باستراليا بالذات، وقد ايه انتم عم بتجربوا قد ما فيكم تساعدوا لبنان، مع العلم انه الوضع مش كثير منيح وكثير منكم كمان خسر شغله وقاعدين بالبيت مثل ما ذكرنا، والوضع الاقتصادي كمان منه منيح. حبيبي نحن صحيح منتشرين بس، ولكن لبنانية قلبنا موجود عندكم بلبنان. طبعا الحالة هون اللبنانية أول ما بلشنا بالفان رايزن طبعا ما كانت فيها الحالة هيدي هون عنا بأستراليا، كانت حالات بعدها خفيفة، وكانوا العلماء أول جمعة والثانية صار في إقبال كثير على الفان رايزن. نحن لحد هلا تقريبا مجمعين صرنا فوق ال 46,000 دولار. وهون بدي أتوجه بالشكر لكل الشباب اللي تبرعوا، كل أصحابنا واللي عطيونا من قلبه، واكيد نحن حمله الفان رايزن بعدها ماشي يعني ما توقفت. ان شاء الله انه بعد كم يوم بده يزيد عنا التبرعات، واكيد بضل في حصه لاهلنا ومحبينا بلبنان، لانه نحن هالتبرعات اللي عم نلمها مش عم نلمها لفئه وحده من اللبنانيه للتيار الوطن الحر،
نحن مدرسة العماد عون علمتنا على الشجاعة وعلى المحبة وعلى التضحية ومحبة الوطن. وكمان رئيسنا جبران محافظ الألقاب علمنا كمان كيف تنمد الجسور التلاقي والمحبة بين اللبنانيين لحتى نقطع هالمرحلة الصعبة ونرجع نتلاقى مع بعضنا. يعني إن شاء الله إنه رح نحن الشباب هون عاملين كوميتي لحتى نعمل بعد الكورونا كيف بدنا نساعد لبنان، كيف بدنا نساعد أهلنا بعد الكورونا، لأنه هلا نحن موجودين بالأزمة، بس ولكن إذا طلعنا بالأزمة كيف رح نبلش نقدر نساعد أهلنا بلبنان؟ يعني هلا يعني اكيد الفند ريز رح يكون للمعدات يلي عنا نقص فيها، وان شاء الله بالمستقبل كمان عم بتفكروا انه تكونوا عم بتساعدوا الاشخاص يلي بالفعل يمكن يوصلوا لوقت ما يقدروا ياكلوا. حبيبي اكيد نحن هلا اشترينا معدات وانبعثوا، في قسم منهم الماسك والهي الان بدبي، لانه بتعرفي انت لبنان سكر الحدود حتى سكر الطيران التجاري والنقل والعيد. هلا ما بيوصلوا على لبنان غير ال 12، والبدلات اللي الوقائيه عاملين 1000 بدله انبعثوا ويحني ناطرين بهونغ كونغ بالمطار على الوايتنج ليست، بس يصير في هذا رح يوصلوا هناك يستلمون هيئه التيار بالانتشار ويتوزعون هناك. بس ولكن نحن كمان راح نكفي هالحمله، واذا قدرنا اشترينا معدات طبيه اكيد راح نقدر نشتريها ونبعثها، بس اذا ما قدرنا اشترينا هالمعدات راح نحول المصاري تروح لتدعم اللبنانيه بالمونه بالاكل بالشرب بشو ما بيعتزوا، لانه نحن فان رايزين عملناه على اسم حبايب قلبنا بلبنان واصحابنا وقرايبنا. اكيد نحن بدنا دائما نكون عم نقول لكم انتبهوا على حالكم وبدنا نشكركم. بدي اسالك عندكم شيء نقص باستراليا بالنسبه للمعدات ولا كله مأمن وما في خوف من قبلكم كمان كمواطنين؟ هلا هون كل شيء كمواد غذائيه ما انقطعت بعد، بس العالم عندهم خوف وبيرضوا بيشتروا وبيتمونوا. وبالنسبة للمعدات الطبية والمستشفيات أكيد ما في زيادة. هلأ الحكومة هون عملت 5000 غرفة بالأوتيلات جهزوهم للحجر الصحي للي بيجوا من برا تحطوهم فيهم، وعم بيفكروا يعملوهم بالستاديوم بالبلاي جراوند للفوتبول يحطوا يعملوا مستشفى ميداني. وكل تقريبا الاشياء الحكوميه الملاعب كل شيء عم بحضروها لحتى للامرجنسي. بس نحن هون باستراليا الحالات بعد ما تعدت ال 3000، حوالي 3000. بملبون عندنا حوالي 800 اصابه، في منهم شفيوا ورجعوا على بيوتهم. بعد لحد هلا كمالبون ما انتشر فيها الفيروس بقوه. هلا بسيدني وببوت المقاطعات تتفاوت، سيدني اكثر شوي، ادلات اقل شوي، بريسبن اقل شوي، بس ولكن لحد هلا بعد ما في هالاتاك الكبير على المواطنين، وان شاء الله تضلها لانه العالم منتبهه وقاعده ببيوتها وما حد عم بيخالف القانون، ما حد عم بيعمل هيك شغلات اعتباطيه. في ظبوطه اذا حدا خالف القانون وظهر؟ اكيد في تشديد، في تشديد. $1000 للي بيعمل مخالفه. وفي المسافه بين الشخص والشخص لازم تكون فوق المتر ونص. نعم. واذا بالريستورون ما في قعده، اللي بس بياخذ تيك اواي. وبالشارع اذا بتطلع بالشوارع فعلا شيء بحزن، ما هذا العالم كله
ما بتلاقي حد ماشي جروبات، يعني اذا واحد رجال هو مرته عم بيتمشوا عم بيعملوا رياضه، واللي بشوفه انا دائما من بيتي على بكره بيبقوا مارقين بيبقوا ماشيين ورا بعض، كل واحد بعيد عن الثاني ثلاث اربع متوره. هيدي الحاله موجوده عندنا هلا، حاله عالميه هيدي. شو بتحب تقول بالختام؟ انتبهوا اكيد على حالكم كثير، وبنرجع بنقلكم يعطيكم الف عافيه على الشغل اللي عم بتشتغلوه، بعرف انه مش عم بتناموا وعم بتكونوا كثير يعني عم بتتابعوا القصه للاخر، شو بتحب تقول بالختام؟ انا حبيبي بقول لك هذا بالنسبه لنا اقل من واجب تجاه اللبناني، وبتوجه بكلمه للبناني، لايكوا يا شباب ما تسخفوا هالامر، بليز بلبنان ما تكونوا هيك غير مهتمين، قعدوا ببيوتكم، لانه اذا قعدتوا ببيوتكم بنخفف الاصابات. وبدي اقول لهم للبنانيين يحطوا دايكم بايد بعضكم وتعاونوا. مش هلا شربي، هلا ما فينا نحط ايدينا بايدين بعض. اوكي، لا اكيد يعني بالمعنى المعنوي. اكيد اكيد. وحبوا بعضكم، واكثر شيء يعني نفذوا القانون اللي حطته الدوله، وبهالنهايه بالاخر بنطلع سالمين. على كل حال بدي اشكرك، اشكرك واشكر الاوتوبيس. انا بشكرك واشكر كل العالم اللي ساعدونا، وان شاء الله بنلتقى نحن وياكم بعدين بايام حلوه يا رب. يا رب. انتبهوا على حالكم، اكيد سلام للجميع، وان شاء الله دائما بنشوفكم بخير، وتضلكم دائما حد وطنكم الام لبنان. كل شايفينكم ونحن ايد بايد معكم. ميرسي لك ويعطيك الف عافيه. مشاهدينا رح نتوقف للحظات مع بريك اعلاني، ومنتابع لقاءاتنا من يوم جديد.